احنا بوسط هور التشبايش. ايجاع الهاجري، لا كهرباء لا ماي وشغلتنا تعبان. دولة تقدر هي تعطيك كميات ماي 15 20 وحدة. ما تمني اثنين. الناصرية عبارة عن شرن من النار. أخبار آمنة آمنة أأمن من ترى أأمن من أمريكا ما ينفذون اللي يجي المستثمر لهم. الآن إحنا وصلنا أكثر من 219 مشروع خلال 6 شهور. يعني عن طريق السماسرة؟ أي نعم، عن طريق السماسرة تزوك وزارة البيئة. أكو ناس مستثمرين هم يحققون مستثمرين. هم سماسرة. أكثر من 2 تريليون دينار دخل الناصرية خلال هذه الفترة. سيطرة الأحزاب، سيطرة تامة على الاستثمار. مناطق من الخراب بفعل فساد الأحزاب وعصابات الابتزاز.